متابعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. عرضنا اليوم بشكل سريع على هونداي إلنترا موديل 2020 فيت الستاندر محرك 2000 سي سي. نتكلم عن تفاصيله بشكل سريع. المحرك 4 أسطوانات دفع أمامي 2000 سي سي، بالنسبة للأحصنة في 150 حصان تقريبا. بالنسبة للمواصفات الخارجية، جنوط حديد مقاس 15 إنش، إشارات بالمرايات، بالإضافة لريموت كنترول وحساسات خلفية. نجي للتقييم استهلاك الوقود فيها 16.1 كيلو لكل لتر بنزين، والتقييم ممتاز، بنزين 91. بالنسبة لمواصفاتها الداخلية، مراتب مكمل تحكم بها يدوي، وتحكم بالدركسون، الجير تبترونيك من 6 سرعات، ونوافذ مرايات كهرباء. سعرها طبعا السعر ب 62,000 ريال موديل 2020.